الأخبار من الراي. كان مناقشة موضوع اعتقال مدعو سليمان أبو غيث والبحث في إمكانية معرفة تفاصيل اعتقاله والمساعدة في إطلاق سراحه ومحاكمته في دولة الكويت. وهذه شركة تعنى في التجار في المواشي وتضع حداً للاحتكار. سليمان أبو غيث ونزلاء الإصلاح يتصدرون أجندة لجنة حقوق الإنسان، واقتراح نيابي للتشريعية يكسر احتكار شركة المواشي لسوق الأغنام. المقترح عالج في تأسيس الجمعيات في البداية. الآن آن الأوان أن تقر هذه القرارات وحقيقة الأمر والتعجيل فيها. مقترحات نيابية تسعى لتغطية رجال الإطفاء بالتأمين الصحي، وأخرى ترمي إلى تعديل النظام التأسيسي للتعاونيات. إن شاء الله يكون فيما بين التعاون والدعم لهذه المؤسسة نرحب فيها على أرض الكويت. اتفقنا على أن احنا إن شاء الله في تعاون بيننا وبين الهلال الأحمر الكويتي. ترقب انطلاقة حملة بأيدينا نعمر أراضينا المصرية على أرض الكويت وسط ترحيب حكومي. سنقوم بإزالة الكيان الصهيوني إزالة ممنهجة من شبكة الإنترنت. رسالة القراصنة وصلت، وإسرائيل تمضي ليلتها الأولى تحت حصار أدمغة العرب. نشرة الأخبار من الراي، أهلا بكم. نشاط برلماني فعال على مستوى اللجان النيابية، حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان ودراسة أوضاع غير محدد الجنسية البرلمانية في اجتماعها وضع برنامج إصلاحي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية وإمكانية إطلاق سراح المعتقل سليمان أبو غيث من السجون الأمريكية ومحاكمته في الكويت. وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلشاوي إن اللجنة استعرضت برنامجا إصلاحيا لتأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية، ويشمل هذا البرنامج التأهيلي خلية أسود الجزيرة الموجودين في السجن، مضيفا أن اللجنة تبحث إمكانية إدراجهم في كشف العفو الأميري وإطلاق سراحهم بعد تجاوزهم البرنامج الإصلاحي. كان مناقشة موضوع اعتقال مدعو سليمان أبو غيث والبحث في إمكانية معرفة تفاصيل اعتقاله والمساعدة في إطلاق سراحه ومحاكمته في دولة الكويت. السيد سليمان أبو غيث تم إسقاط جنسيته طبعاً والإبقاء على تبعياتها وأولاده، فبهذه الحالة هو لا يعتبر مواطن كويتي، ولكن من المنطلق أن أخوانه وأخواته وأهله هم مواطنون كويتيون وينشدون مساهمة وزارة الخارجية والحكومة الكويتية لتوفير المساعدة لهم في توفير محامي له في أمريكا للدفاع عنه، من خاصة مساعدة مادية. وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مقترح لإنشاء شركة مساهمة عامة تسمى الشركة الكويتية الوطنية للإتجار بالمواشي. وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع إن الموافقة على هذا المقترح يأتي لوضع حد للاحتكار الحاصل في تجارة المواشي. ومن ناحية أخرى وافقت اللجنة على مقترح بقانون لتعديل بعض المواد المتعلقة بالمؤهلات الجامعية والدبلوم للاستفادة من منح البدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية. كان من أهم الاقتراحات بقوانين اللي قدمت كان الاقتراح بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي، وهذه شركة تعنى في الاتجار في المواشي وتضع حدا
للاحتكار المعمول في الوقت الحالي، ووافقت اللجنة بإجماع الحاضرين على إنشاء هذه الشركة، وهذا الاقتراح المقدم من الأخوة أعضاء مجلس الأمة. وفي المواقف البرلمانية مطالبات بإقرار عدد من المقترحات المتعلقة بالتأمين الصحي لرجال الإطفاء وإرسالهم للعلاج بالخارج، وتعديل النظام التأسيسي للجمعيات التعاونية خصوصا ما يتعلق بالانتخاب. اليوم قدمنا إلى رئيس مجلس الأمة مشروع قانون لتنظيم الحركة التعاونية للجمعيات التعاونية في الكويت، وهذا المقترح عالج فيه تأسيس الجمعيات في البداية، وكذلك عملية الانتخاب الترشيح والانتخاب، وكذلك إدارة الجمعية بشكل إداري وبشكل مالي. كما تعلمون تعرض الإطفائي عمار عاشور يوم الخميس الماضي تاريخ 4/4 إلى حريق من الدرجة الثانية والثالثة، وهو الآن يرقد في مستشفى ابن سينا للحروق، ونسأل الله العلي القدير أن يعجل في شفائه. طبعا تعلمون جيدا سبق وأن قدمنا مقترح للإطفائيين يتعلق بالتأمين الصحي على الإطفائيين، وكذلك رصد ميزانية العلاج في الخارج، وأعتقد الآن آن الأوان أن تقر هذه القرارات وحقيقة الأمر والتعجيل فيها. أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن قرار مجلس الوزراء بشأن مضاعفة القيمة المادية لجوائز الدولة لتصبح قيمة الجائزة التقديرية 20,000 وتشجيعية إلى 10,000 دينار يعد اعترافا بجهود الرواد وتقديرا للموهوبين من أبناء الكويت. وقال الشيخ سلمان أن قرار الزيادة جاء بناء على مطالبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بزيادة قيمة الجوائز في مذكرة قام برفعها شخصيا إلى مجلس الوزراء الذي اعتمدها في اجتماعه الأخير. حسمت لجنة جائزة التميز البرلماني العربي اختيار جوائز التميز للاتحاد البرلماني العربي بالتوافق والإجماع على كل من فئاتها. وقال وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية علي العمير إن الجائزة قسمت إلى عدد من الشرائح تتعلق الأولى برؤساء المجالس البرلمانية، وترشح لها اثنان هما رئيس مجلس الشورى البحريني ورئيس مجلس النواب اليمني، وتم استعراض السيرة الذاتية للمرشحين والتصويت على أحدهما، فيما تعنى الشريحة الثانية باختيار الشخصية البرلمانية العربية المتميزة، وتم ترشيح 3 شخصيات والاختيار من بينها. أما الشريحة الثالثة للجائزة فخصصت للأمناء العامين، وكان هناك 2 من المرشحين من الإمارات ولبنان، وحسمت قرارها بشأنهما. نحن الآن ننتظر اجتماع اللجنة التنفيذية، لأن نحن نرفع توصية كلجنة، نرفع توصية إلى اللجنة التنفيذية التي سوف تقر ما قمنا به، وأعتقد إن شاء الله أن سنبارك لمن فاز بهذه الجوائز. ولا شك بأن كان هناك صعوبة حقيقية في التمييز بين السير الذاتية وبين الجهود التي قام بها هؤلاء الأخوة، لكن الحمد لله يعني ما عزانا أن كان هناك توافق وكان هناك نوع من الإجماع على كل فئة وعلى كل شريحة تم حسم هذه الجائزة لصالحها. صادقت اللجنة طبعا على منح جائزة التميز البرلماني لأحد رؤساء البرلمانات العربية، وكذلك جائزة التميز لثلاث برلمانيين من الوطن العربي، وجائزة التميز لأحد أمناء العامين للمجالس. وسوف ترفع هذه اللجنة تقريرها كاملا إلى اللجنة التنفيذية التي ستصادق عليه ويعلن على الأسماء غدا. كانت هناك توصيات بتشكيل لجنة في اجتماع الرباط لبحث تعديلات على النظام الأساسي وعلى اللائحة الداخلية للاتحاد العربي، وطلب من الإخوان اللي عندهم تعديلات على النظام الأساسي وعلى اللائحة بأن يحضرون هذه التعديلات. اليوم في 5 دول تقدمت بتعديلات، اللي هي السودان والمغرب والبحرين والإمارات وقطر.
سنبحث هذه التعديلات وسنقرها بعد مناقشتها لرفعها إلى المكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراء فيها. رحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بالتعاون بين الكويت ومصر من أجل إنجاح حملة بأيدينا نعمر أراضينا. جاء ذلك على هامش لقائها وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي لبحث آلية عمل وانطلاقة الحملة. وتتلخص فكرة الحملة باستقطاع شهري من المقيمين المصريين خارج البلد وإنفاقها على الخدمات الصحية والتعليمية ومنح القروض للشباب المصري لفتح المشاريع المتوسطة التي تعمل على توفير فرص العمل، وذلك في خطوة تهدف إلى تنمية اقتصاد مصر واعتمادها على نفسها في تحقيق آمال وتطلعات شعبها. إن شاء الله يكون فيما بين التعاون والدعم لهذه المؤسسة، نرحب فيها على أرض الكويت، ندعمها بكل ما نستطيع في أن يكون دورها الفعال موجود إن شاء الله. وأعتقد أن يعني هذا أقل ما نقدمه لمصر الحبيبة. وفاء لمصر حملة قمناها ككويتيين لمصر وفاء لدورها العظيم كان في الكويت منذ نشأة الكويت وعبر السنين السابقة، هي لإقامة مشاريع نوعا ما خيرية لدعم الاقتصاد المصري وإتاحة فرص معيشية للكثير من الشعب المصري اللي ممكن فعلا فقد معيشته بعد الثورة أو بعد الظروف السياسية الأخيرة. شرفنا النهاردة بمقابلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعرضنا عليها نشاط المؤسسة، مؤسسة ولاد بلدنا، وهي طبعا ادت لنا فكرة جيدة عن الحملة اللي كان يعني الحملة الشعبية اللي كانت موجودة هنا في الكويت بعد ثورة 25 يناير من أجل دعم المرافق في مصر عن طريق الهلال الأحمر الكويتي. ويعني اتفقنا على ان احنا ان شاء الله هيكون في تعاون بيننا وبين الهلال الاحمر الكويتي في الفتره القادمه من اجل دعم الحمله بتاعتنا اللي هي على شانك مصر. إلى محافظة الجهراء توجهت بلدية الكويت وممثل ديوان المحاسبة في زيارة ميدانية مفاجئة إلى أحد مسالخ الدواجن بهدف إطلاع ديوان المحاسبة على سلامة الإجراءات المتخذة من قبل البلدية. وتضمنت الزيارة جولة للوقوف على جميع المراحل التي تمر بها الدواجن داخل المسلخ، بدءا من الذبح مرورا بغرف التبريد والمختبرات الخاصة بفحص الدجاج وانتهاء بالتعبئة. وتأتي هذه الجولة بناء على توجيهات مدير عام البلدية أحمد الصبيح بضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة بشأن توصياته الخاصة بالتدقيق البيئي على الإجراءات المتعلقة بسلامة الدواجن المحلية من ميكروب السالمونيلا. منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم تصدرت أخبار عن الهجوم الإلكتروني الأعنف عناوين الصحف ومقدمات نشرات الأخبار في العالم. فبعد تهديدهم الكيان الصهيوني بإزالته عن خارطة الإنترنت، نجح شباب الهاكرز أو ما يطلق عليهم اسم أنونيموس، نجحوا باختراق مواقع إلكترونية حساسة تابعة لإسرائيل. وهو الأمر الذي دفع بالكيان الصهيوني بالاعتراف بأنه هذه الحرب هي الأكبر والأعنف التي تشن عليها إلكترونيا. رباب بداح والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي. وسقطت إسرائيل مرة أخرى، لكن الحرب هذه المرة لم تكن حرب أسلحة وشوارع، بل حرب أدمغة ومواقع. سقطت إسرائيل أمام الهجوم الإلكتروني المنظم الذي تعرضت له منذ الساعات الأولى لهذا اليوم، وهو الهجوم الذي دعا إليه قراصنة الشبكة العنكبوتية من خلال بيان وزع على مواقع الهاكرز في تويتر، الفيسبوك والمدونات قبل أن تبدأ الحرب الإلكترونية. نحن الأنونيموس إلى الكيان الصهيوني لفترة طويلة جداً، ونحن نتسامح مع جرائمكم ضد الإنسانية ونغفر خطاياكم دون عقاب من خلال أعلامكم المخادع وسياستكم الماكرة. ضللتم الجميع، أنتم لا تستحقون الوجود وستواجهون غضبنا. نحن الأنونيموس.
وبعد البدء بالهجوم على المواقع، اعترف التلفزيون الإسرائيلي أن أبرز المواقع الحكومية التي تمت السيطرة عليها من قبل القراصنة هي مواقع دائرة الهجرة اليهودية، وزارة التعليم، وزارة الأمن الإسرائيلية، موقع البورصة، وموقع حزب كاديما. كما سقطت بناء على اعترافات القناة العاشرة الإسرائيلية صفحات عديدة على موقعي الفيسبوك وتويتر. هذا وتتأهب إسرائيل بأجهزتها ومؤسساتها لارتفاع الهجمات، سيما بأن القراصنة سبق وأكدوا في بيانهم بأن الهجوم على إسرائيل سيكون أكبر ضربة توجه ضد دولة في تاريخ الإنترنت. تتلخص حملتنا ضدكم في ثلاثة أهداف. الخطوة الأولى، وتبدأ بعد إصدار هذه الرسالة، حيث سنقوم بإزالة الكيان الصهيوني إزالة ممنهجة من شبكة الإنترنت. الخطوة الثانية، سنقوم بكشف خططكم المستقبلية وجرائمكم ضد الإنسانية للعالم أجمع. أما الخطوة الثالثة والأخيرة، سنقدمها لكم كهدية منا نحن الأنونيموس. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن معظم الهجمات على المواقع الإسرائيلية هي من كوسوفو، ألبانيا، المغرب، تونس، تركيا، لبنان والسعودية، ومن كتائب القسام التقنية وعدد من بلدان العالم. يذكر بأن الهاكر السعودي أحمد الكايد يتصدر قائمة الهاكرز باختراقه أكثر من 500 موقع إسرائيلي. رباب بداح، الراي. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. عمومية زين توصي بتوزيع 50% من رأس المال للمساهمين. من جديد أهلا بكم. خلص اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الاتصالات المتنقلة زين بالموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح النقدية بنسبة 50% من رأس المال، وبواقع 50 فلسا للسهم الواحد للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وبهذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة الشركة أسعد البنوان إن أداء المجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر كان داخل نطاق التقديرات والتوقعات بعد استمرار التحديات الصعبة خلال تلك الفترة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية العالمية، مبينا أن من أبرز التحديات التقلب الحاد في أسعار صرف العملات، والذي كلف المجموعة ما يقارب 109 ملايين دولار، وبلغت نسبة الحضور في الجمعية العمومية 72%. في تقريره الاقتصادي حول أسواق النقد العالمية، قال بنك الكويت الوطني إن المعطيات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة شكلت خيبة أمل بالنسبة للمستثمرين، وجاءت البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي وسوق العمل هناك أسوأ من التوقعات، مضيفا أن الضعف العام الذي تعانيه أسواق الأسهم الأمريكية يدفع بالمستثمرين إلى البقاء ضمن الصفوف الحيادية مع المطالبة بإنهاء العمل ببرنامج التيسير الكمي أو تقليص حجم. نشرتنا ما زالت متواصلة وفيها بعد الفاصل. منتخب الكويت للتنس يبقى في المجموعة الثانية لكأس ديفيز بفوز مستحق على نظيره السوري. من جديد أهلا بكم. حسم المنتخب الكويتي للتنس لقاءه أمام نظيره السوري ليبقى في المجموعة الثانية لكأس ديفيز عن القارة الآسيوية بتغلبه عليه بثلاث مباريات مقابل مبارتين، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في الكويت على مدى 3 أيام متواصلة. تكون المنتخب الكويتي من كل من محمد الغريب وحسن الموسى وناصر العبيدلي وعلي الغريب. تقرير لأحمد العنزي.
لا يزال المنتخب الكويتي للتنس يسطر أروع الإنجازات للرياضة الكويتية، فهو اليوم يتخطى المنتخب السوري في بطولة كأس ديفيز وهي بطولة كأس العالم ليبقى في تصنيف المجموعة الثانية عن القارة الأسيوية. ألف حمد وشكر على ما تحقق اليوم، فعلا يعني كانت مباراة صعبة جدا، يعني محمد لاقى لاعب من أفضل لاعبين العرب كتصنيف كمستوى، احنا تفاجأنا في مستوى اللاعب السوري، ما كنا متوقعين أن ممكن نواجه صعوبات مثل هالمباراة، لكن أثبت محمد أنه هو فعلا من أفضل لاعبين العرب وفي آسيا، يعني يعتمد عليه في مثل هاللقاءات وفعلا يشرف التنس الكويتي ويشرف الرياضة الكويتية. ما عمل اليوم خلال 3 ساعات فعلا إنجاز يسجل باسم الرياضة الكويتية قبل ما تسجل للتنس الكويتي. المنتخب الكويتي تخطى نظيره السوري ب3 مباريات مقابل مباراتين في فئات الفردي والزوجي التي جرت بينهم على ملاعب نادي اليرموك الرياضي على مدار 3 أيام متتالية. أحب أشكر كل الناس الطيبة اللي كانوا موجودين هنا، والشيخ أحمد ما قصر من أول شيء كان موجود، وكل الناس الطيبة الموجودين، كل أعضاء الاتحاد، كل المدربين، كل اللاعبين الزملاء، وأشكر اللاعبين الصغار البول بويز اللي كانوا معانا في الملعب الصغار، كل هالناس الطيبة وهم وراء الفوز هذا. أحب أبارك حق فريق السوري اللي لعبوا مباراة كبيرة كل من أول يوم، والزوجي واليوم عصام كلهم ما شاء الله عليهم لاعبين أقوياء، ما كانوا سهلين. يمكن أول شوط عصام ما شاء الله عليه لعب ست قوي وكان يعني قاعد يضغط علي، وما كنت أعرف شلون ألعب وياه لأنه ما كان معطيني يعني ما كان معطيني فرصة إني أدش في الأجواء المباراة، كان يعني يضغط علي وكل كراته ماشية وكان قاعد يخلص كور قوية. يمكن الشوط الثاني غيرت طريقة اللعب، حاولت يعني أبطئ شوي اللعب، حاولت أهاجم عليه شوية، حاولت يعني أغير طريقة اللعب غير عن السد الأول، والحمد لله مشت زين، ويمكن في بعض النقاط المهمة كنت أنا محظوظ وقدرت أكسر سالاته. محمد الغريب تمكن من حسم اللقاء بين المنتخبين بفوزه على اللاعب عصام الطويل الذي يعتبر من المصنفين الأوائل على العربي وآسيا ب3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة في مباراة امتدت ل3 ساعات، حسمها الغريب لصالحه بفضل التكتيك العالي الذي لعب به اللقاء. أول مجموعة كنت مرتاح نفسياً عم بلعب، بس لما حسيت أنه الماتش قرب أنه في فرصة كبيرة توترت شوية، وكابتن محمد لعب يعني الدور الخبرة لعب الدورة معه، وهو طبعاً ما شاء الله عليه كابتن محمد من أحسن لاعبي العرب. رئيس الاتحاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله نشد المسؤولين بالاهتمام بالشباب الرياضي في لعبة التنس وتوفير أبسط حقوقهم وهي ملاعب تليق بالإنجازات التي يحققها الشباب في المحافل الخارجية. ونتمنى إن شاء الله أن يكون لدينا مقر ومنشأة تليق بما يحققون هؤلاء الأبطال، لأن ما حققوه عجز لاعبين آخرين في دول أخرى أن يحققوا، لكن احنا نتمنى إن شاء الله أن يكون هناك منشأة تليق بهذا المستوى. وببقاء المنتخب الكويتي في المجموعة الثانية لكأس ديفيز ينتظر قرعة بطولة العام المقبل لبدء مرحلة أخرى يسعى من خلال إنجاز آخر للرياضة الكويتية وتطلع للمجموعة الأولى. أحمد العنزي، الرأي. قدم مدرب فريق كرة القدم بنادي السلمية الرياضي عبد العزيز حماد استقالته إلى مجلس إدارة النادي مطالبا إعفائه من تدريب الفريق في الفترة المتبقية من عقده، وجاء هذا القرار عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام فريق الكويت ب5 أهداف نظيفة في الجولة 19 من البطولة، ويحتل فريق السلمية المركز قبل الأخير ب16 نقطة وأصبح في وضع لا يحسد عليه ومهدد بالهبوط لمصاف الدرجة الأولى. تستكمل يوم غد الاثنين منافسات الجولة 19 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة لقاء واحد مؤجل، ويجمع فريقي العربي والنصر بسبب ارتباط فريق العربي بمباراة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد العربي. يدخل العربي اللقاء محتلا المركز الثالث ب30 نقطة، بينما يدخله النصر محتلا المركز الرابع ب21 نقطة. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الرايميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي يوتيوب. شكرا للمتابعة.